كل متكاثف في المستقبل كل شيء بيتكاثف، بكره يبقى اكثر من النهارده وبعد بكره يبقى اكثر من ايه من بكره، يبقى معناها انك تجيب امبارح يبقى النهارده اكثر من مين وامبارح اكثر من مين من اللي قبله. الله، هتمشي في القلة كما تمشي في الاستقبال بالكثره ثم تمشي في الايه في الماضي في القلة. طيب عالم احنا دلوقتي انسان العالم مثلا كم مليون؟ ايه 50,000 مليون ولا مثلا ايه؟ الاول هو ايه؟ 2 مليون مليار. كويس كده. طب ومن قرن كانوا كام؟ مليار. طب ومن قرنين كانوا كام؟ ومن 3 قرون كانوا كام؟ ومن 4 قرون كانوا كام؟ اذا كل ما بتتقدم في الماضي بتنقص. هل كده؟ نقعد نقصها كده لحد ما تبقى 100 يا شيخ عشان ما نتعبش، هنقعد نقلها كده. خلوهم بقوا 100، وقبل كده كانوا كام؟ كانوا 50، وقبل كده كانوا كام؟ وقبل كانوا كده كام؟ ما فيش، ما يجيش من واحد، لان الواحد ما يجيش منه تكاثر، يبقى لازم اقل التكاثر من كام؟ من 2. يبقى لما تقعد تنقصها كده هتنتهي الى ايه؟ الى 2. اذا قول الله خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها كلام صح، والاستقراء الاحصائي لازم يكون كده، لازم يبقى كده طبيعي، ما دام كل ما بنهي كل ما بنمشي بتقل، قللها 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 هتفضل على مين؟ تصفصف على مين؟ على 2. طب والاثنين دول اجتمعوا عشان يجي، طب ومين اللي جاب الاثنين بقى؟ يبقى اذا فيه خالق وفيه مخلوق وفيه وبعدين قال ايه؟ شوف الامتنان. طب ازواج كويس، بس قال من انفسكم كمان. الله، طب ما كان يقدر يخلينا زوج من جنس ثاني؟ قال لك ما كانش دين بقى الانس ما يتمش، لان الف الانسان بجنسه. طب يعني امال هيجيب لنا ايه يعني؟ يجيب بقى للانسان ايه؟ بهيمه؟ فرسه؟ هم لا، لازم يبقى ايه؟ من جنسه. اشترك في اشياء واختلف في شيء. الاشتراك معين على الالتقاء والمواد، الشكل واحد والقالب واحد والعقل واحد والتركيبة واحدة والأجزاء واحدة، عيون ومش عارف ايه، ونمشي وناكل ونشرب ومش عارف ايه، وان اختلفوا في ايه؟ في شيء واحد. يبقى فيه جنس يجمعهم وفي نوع ايه؟ يفرقهم. علشان ايه؟ يجي التكامل، يجي ايه؟ التكامل. ويمكن يبقى مثلا انثى وتبقى ذكر، ولا ذكر وينقلب انثى زي ما بنشوف، يخلق الاحتياط، يخلي الراجل اللي هو عنصره رجوله قال له بيز. طب بيز هيبقى هيرضع له بيز؟ قال لك من الممكن ان يكون فيه خلقتين الاثنين، وبعدين وبعدين يبقى يتحول، يبقى المتحول ما يقدرش نشرح له بقى نعمل له بيز تاني، وهي جاهزه الحكايه. الله، دي التركيب، دي تركيب حكيم، تركيب عالي. فاذا من انفسكم يعني ليزداد انسكم ببعضكم ما حطكش. ولذلك العلماء حينما تكلموا عن قصة سيدنا سليمان وقصة الهدهد، حينما تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، عمل استعراض أم شاف مكان الهدهد خارج؟ ده يدلك على أن الرئيس الأعلى لازم يتفقد كل إيه؟ يتفقد كل حاجة ويعرف اللي غاب واللي راح وشوف اللي يقظ قد إيه. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. لكن عدالة الإنسان ده كلام سلطان الملك، لأعذبنه عذابا شديدا أو لإيه؟ أو لأذبحنه. سلطان الملك ده، وبعدين هات بقى سلطان الرسالة رسول، أو لأتيني بسلطان مبين يجيب لي حجة بقى إنه هاب يعني كده. الله، يبقى جمع بين إيه؟ جمع بين الاثنين. كلمة لأعذبنه عذابا شديدا، قالوا ما هو العذاب؟ قال أن يضعه سليمان في غير جنسه. إذا الوضع في غير الجنس يبقى إيه؟ يبقى عذاب. يبقى كونوا من أنفسكم يبقى ده إيه؟ يبقى رحمة من أنفسكم. الآية الثانية بقى جاب لنا العلة لتسكنوا وإيه؟ وبعدين مودة. لو نظرت إلى هذه العناصر الثلاثة لوجدتها عناصر استبقاء الزوجية.
لان معنى لتسكنوا اليها ما انت لا تسكنوا الا الى من يريحك والى تطمئن اليه، ويبقى اهي دي اسعد حاجه ان انا اسكن اليه. طب افرض بقى ان السكن قلقان شويه، النفس مش ام قال لك يبقى بينكم موده كما يكون بينك وبين الاجنبي. طيب موده ما عادتش ما عادتش تنهض بخدمه راجل ولا عادت مش عارف ايه، يبقى فيها رحمه بقى. الله الله، يبقى كم مرحله؟ ده سكن هو ده الاول، وبعدين من السكن قدر انكم قضيتوا لبعض وقعدتوا مع بعض عشره كويسه وقعدتوا، يبقى في موده على الاقل ما تقطعش. طب ما فيش موده ما تقدرش على حاجه، يبقى يا رحمه منها لك وترحم ضعفك وترحم انك ما انتش قادر على حاجه وما انتش، يبقى رحمه منها، او هي ما عادتش تكفيك في اي حاجه او تقوم بخدمتك يبقى رحمه منك. يبقى ثلاث عناصر في ايه؟ سكن. فان تعذر ان تكون سكنا تطمئن اليه وترتاح عنده من حركه الحياه في الخارج، يبقى على الاقل يبقى فيه ايه؟ مودة. طب ما فيش برضه ما عادتش تنفع لحاجه وهو ما عادش ينفع لحاجه، يبقى لازم عنصر الرحمه يتدخل هنا. ثلاث ايه؟ مراحل. ولذلك جعل الله المفارقة على ثلاث مراحل. نعم، المفارقة عملها على ثلاث ايه؟ انت تزوجت بكلمة مش كده؟ لكن لما تيجي تفارق لا، اللي هيقدر السكن وزهق مرة كده وبتاع وحاجات زي دي وطلق، نقول يا اخي يبقى بينك ومودة عشان العيال، عشان العشرة القديمة، عشان اهلها ناس طيبين، يبقى في شيء من الايه؟ من المودة. ما الجسم ما عادش بتكفيني مش عارف ايه وما عادش يقولوا ايه، خليك في قلبك بقى ايه، خلي في قلبك رحمه. ان امتد لا سكن ينفع ولا موده ولا رحمه، اظن الاستبقاء يبقى صعب. يوم يشرع الله الطلاق بس بعد هذه المراحل، وكونه شرع الطلاق قال برضه هو ابغض الحلال عشان لا تذهبوا اليه الا ايه؟ الا مضطر. وهات علاقه زوجيه إن كانوا سعداء يبقى يسكنوا إليها وتسكنوا إليها، وقد أفضى بعضكم إلى بعض قاعدين مرتاحين 24 شيء كده، تحترم مقاييس الود بقى للمرحلة الثانية. ما فيش يبقى عندك في قلبك رحمة وهي في قلبها إيه؟ إذا امتنعوا الثلاثة دول يبقى تنفع المعايش؟ ما تنفعش المعايش، يبقى لازم تشريع الطلاق أمر ضروري ولا لأ؟ والزوج يقول لك إزاي يعيش مش عارف إيه وبتاع وبعدين يطلقها، يقول له لا سكن ولا مودة ولا رحمة. يبقى ايه المسألة؟ يبقى لازم تنتهي المسألة. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، اما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم الى اخره. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة. البنين هي الحلقة الاولى للاستبقاء، والحفظة الحلقة اللي بعدها. ليه؟ قال لك لأن الإنسان يحب الحياة، ولكنه يرى الموت يختضر أناسا ويأخذ أناس، بيشوف الناس عمالين كل يوم يتساقط، إذا فإيمانه بالموت مسألة محققة، لكنه يحب الحياة، فإذا ما أيقن أنها تفوته في نفسه أراد أن يستبقيها في ابنه. ولذلك يبقى زعلان، اقول لك عشان ابن ذكر وبتاع ومش عارف ايه، ويقعد بقى يخلع عليها الايه. طب واذا كان بقى ربنا ضمن له الجيل ده الاول وبقى له ابناء، يوم لما ينزلوا من الابن ابن يبقى استبقى الحياه له ولا لا؟ ولذلك الشاعر يقول ابني يا انا بعد ما اقضي، كان الاسم ايه بقى موصول. دي نظره الناس، نظره الناس. فبقول ورزق لكم بايه؟ بنينا وحفظة. كلمة بنين وحفظة دلتنا على انه يجب ان يحرص الناس، الازواج يعني والزوجات والبيوت تحرص على اندماج الاجيال، زوجين وابناء وايه وحفظة. قال لك ليه؟ قال لك لان الوليد الصغير بمجرد ما توجد عنده وسائل إدراكه بيبتدي يلقط من الجو اللي حوله، فلما يلقط من الجو اللي حوله، ولذلك لما يكون العيل الصغير
ملوش اخوات بيسمع منهم يا بابا ويا، لازم نلقاله يا بابا وايه ويا ماما، ما يعرفش كده. لكن لما يكون في اكتر منه شغل يا بابا يا ماما، هو بطبيعته هي ايه هياخدها وايه وينقلها. يوم الولد الحفيد هيشوف، ما دام بقى حفيد له حفيد، هيبقى الابن كبر ولا لا؟ يبقى الابن ده في ريعان ايه بقى، شباب، والولد الصغير الحفيد في السن. يوم الابن الحفيد ده يلتقط من الابي اللي هو الابن الأول نشاطه في الحياة وحركته وسعيه لرزقه، والجد اللي قاعد في البيت بقى دي ما عادش له الا القيم، حتى ان كان مسرف على نفسه قديما لما كبر بقى وبقى عجوز كده، هات المصلى يا واد اللي هو الدور جدا، ولا ما اديش اديني المصحف اديني ما قاعد بقى. يقوم الحفيد يلتقط لونا من النشاط في جيل، ويلتقط لونا من القيم في جيل. ولذلك ابتعاد الاجيال عن بعضه بيخلي الولد ناقص التكوين، يا ياخد نشاطه حركه الحياه بدون لفته الى القيم، يا ياخد القيم بدون لفته الى نشاط ايه الى نشاطات الحياه. فيريد الحق سبحانه وتعالى ان تلتحم الاجيال، ولما تلتحم الاجيال يبقى الولد ياخد من كل جيل لقطه، وما دام ياخد من كل جيل لقطه يبقى المزيج اللي يتكون عنده قيم من الجد والجده، ونشاطات لحركه الحياه من ايه من الاب اللي هو الابن الاولاني، وكلهم حفده يبقوا جماعه، يبقى ياخد منهم في اعمارهم المختلفه. ولذلك العيل الثاني او الثالث او الرابع كل ما يتقدم كده يبقى اذكى من الاولاني. ليه؟ لانه بياخد من الكل. لكن الاولاني يعني ما فيش قدامه عيال يلقطها ومش عارف ايه ويكلمها، وما ينفعش. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا، ورزقكم من الطيبات. رزقكم من الطيبات، ما دام احنا بنستبقي النوع بالزواج وبنستبقي الحياه بالايه بالرزق، يبقى رزقكم من الطيبات، يبقى الاستبقاء ايه؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ايه الباطل؟ طيب الذي خلقهم اولا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبعدين بس منهما رجالا كثيرا وجعل لكل رجل من زوجة من انفسكم ازواج، وبعدين جعل السكن والمودة والرحمة اللي قلناها، وجعل البنين والحفدة، ووضب لهم الحياة برزق من الطيبات. يبقى بالله دول مستلطنين قوي، عايزين احسن منهم. كان يجب ان لا يكحدوا هذه النعمة، نعمة الايجاد من عدم والامداد من عدم، واستبقاء الحياة، ويلتفتوا الى من؟ الى من اوجد كل هذه، ولكنهم يتركوا دي ويجحدوها ويقبلهم ويروحوا للاصنام التي لا تضر ولا ايه؟ ولا تضر، لا تضر ولا تضر. بينكر عليهم، افى بنعمه الله، مش كده ولا ايه؟ افى بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون. الباطل اللي هو ايه؟ الاصنام اللي ما عملت لهمش حاجه من دي، بل بالعكس هم اللي بيعملوا لي. النهارده الصنم ميت، يوم يروحوا قال يجيبوا ايه ويعدلوه، الصنم الشر هاتوا مسمار واربطوا الاله احسن الاله هيأذى، هم اللي بيعملوا له ايه الحكايه دي، وينقل الاله من هنا لهنا، حطوا الاله حطوا مش عارف ايه، يقعد يضرب ويك الاله بالمعول بالكده علشان قالت ايه تعمل له شكل. سبحان الله وبحمده. افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء بالمطر، ونزل لهم المطر، ومن الارض بالنبات. ما هو الرزق جاي من حاجتين اثنين، سماء مطر ينزل من السماء، ونبات ينزل من الارض، وياكل ياكل وزرع انعامه، تبقى هذه خلاصه ايه. ولذلك كل شيء في الوجود بيقول الى الايه؟ الى الامرين دول. وبعد ذلك كله يبقى ترف حياه، يعني ما تفتكره انت من الاشياء كلها ترف حياه، مش اصول حياه ولا استبقاء حياه. افرض ان واحد عنده زي ما قلنا جبل ذهب وجبل فضه، وواحد قاعد في صحراء
وجاه وجاع يومين ثلاثة ولا عندوش رغيف عيش، يبقى رغيف العيش دي أغلى من جبل الذهب وأغلى من جبل الفضة، لأن ده مش هو الرزق المباشر. فيه فرق بين رزق تأتي به رزقا وبين رزق يجي لك مباشر. إنما الرزق المال ده ما هوش مباشر، ما تقدرش تاكله، ما تقدرش تعيش بيه، ما تقدرش تشرب بيه. ويعبدون من جعب، ما هي العبادة؟ العبادة هي أن يطيع العابد معبوده. الطاعة دي يلزم منها أمر وإيه ونهي، الأمر النفذ والنهي الإيه نجتنبه. أدي معنى الإيه، معنى العبادة. هي بس كده العبادة؟ قال لك ما حركة الحياة دي إيه، والضرب فيها والاختراع والعلم، وقال نبحث في عناصر الأرض ونطلع من هنا بترول ونطلع من الجبال مناجم ونعمل مش عارف إيه. قال لك الله، طب ما أصلها هي عايدة إلى الأرض، هي عايدة للأرض ليه؟ أما لك لأنك أنت عايزين نعبد ربنا، هو مش عايز قوة عشان أقف أصلي حتى. طب والقوة دي تجي من إيه؟ طب بالطعام آكل وأشرب. طب آكل وأشرب إزاي؟ هلا تشوف بقى الاكل والشرب ده هيكلفك ازاي. ايه اللي هيكلفك؟ عايز رغيف عيش الصبح افطر بيه يا شيخ، افطر برغيف عيش بشويه ملح، ما بقولش بحته جبنه ولا بشويه فول، برغيف عيش بشويه ملح بس. طب شوف الرغيف العيش ده بقى، الدولاب اللي عملوا لك قد ايه، وشوف الناس اللي سهروا لك قد ايه، عشان انت تفطر الساعه 7 وتبعت الخدامه او تذهب انت فوق على البقال تلاقي البقال محضر لك رغيف العيش، هو صاحي من الفجر عشان يجيبه من المخبز ويحطه لك، واللي من المخبز سهرانين طول الليل عشان يقعدوا يعجنوا لك ويخبزوا لك ومش عارف ايه، وقبل كده اللي بيطحن المطاحن الله، وقبل كده المطاحن المخادر اللي فيها الغلال والغلال والغطار الله، والغطار والفلاح اللي قاعد يزرع مش عارف الايه الله، والمصانع والمهندسين الكبار اللي قاعدوا يعملوا الحديد ويطرقوه ويعملوا لك محاريث ويعملوا لك الاف للري الله. نريد بس اللقمة دي شوف كلفتك قد ايه. يبقى كل حركة الحياة عبادة ولا مش عبادة؟ كل حركة الحياة عبادة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عايز تصلي تستر عورتك، طب حستر عورت ايه يا شيخ؟ مترين قماش. طب المترين قماش ده جيبهم ازاي؟ من تاجر القطاع، تاجر القطاع اللي حيفي علشان يروح تاجر الجملة يجيبه، وتاجر الجملة راح للايه للمناسج يشتري من المناسج، والمناسج اللي تعبت عشان تجيب من الغاز، والغاز من اللي تعب عشان يجيب من المحلك، والمحلك راح عشان يجيب من الغطان القوط، والقوط نشوف الفلاح قاعد يعمل ايه وقاعد يزرع ايه ويجيب مبيدات ايه وشوفها بيجيبها من ايه والتقال الله، شغلانه كبيره قوي. اذا فكل شيء يعينك على عباده الله من عباده الله، كل حركه في الكون هتؤدي الى شيء من هذا، يبقى دي من عبادة الايه. ولذلك احنا قلنا قديما الله حينما استدعى خلقه لصلاة الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ما خدهمش من فراغ، خدهم من ايه؟ من عمل. اشمعنا البيع بقى؟ ام قال لك ده البيع دي هو غاية كل حركات الحياة، لأن البيع ده وسط بين منتج إيه؟ ومستهلك، مش هو كده؟ طب وما قالش اتركوا المصانع ليه؟ طب ما تتركوا الحقول، ما تتركوا الدروس، ما تتركوا مش عارف، قال لك لا، لأن في حاجات ثمرتها لا تأتي في ساعتها، تقعد نزرع ونقعد سنة، نقعد ست أشهر، نصنع على ما تنباع السلعة، لكن البيع دي إيه؟ صفقة بسرعة. الله خد على طول. طب وما قالش الشراء ليه؟ اشمعنى البيع يعني؟ اشمعنى خد من التجاره البيع؟ أم قال لك لان البائع يحب ان يبيع ولكن المشتري قد يشتري وهو كاره. فجاب لك ادق حته تربطك بالزمن. ادق حته ايه؟ وبعد ما تخلص الصلاه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا. اذا فكل عمل في الحياه عباده. والى لقاء اخر ان شاء الله.